أصدرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بياناً للرد على ما أثير بشأن تورط نجلها في قضية قتل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت نبيلة مكرم في أول تعليق رسمي لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك: أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة ونمر بوقت عصيب جداً على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن. وأضافت وزيرة الهجرة: قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية لا يتعارض إطلاقا مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. وتابعت الوزيرة: ومهما كانت العواقب فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام. وواصلت: كأم أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم، وأتوجه أيضا لوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي.